تغاب الدين فارجع البصر هل الفطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فأعطتنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيئا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزق وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مقبا على وجهه أعدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
سال شریف نو لکھ سلام جتھے خواجہ قمر نے ڈیرا لایا سال شریف نو لکھ سلام جتھے خواجہ قمر نے ڈیرا لایا شالا جگ جگ وسے نگری او دی او دا ہر دم راج سوایا او تو خالی کوئی کدی نہیں مڑیا جن جو منگیا سو پایا ساجد روز دعائی منگدا روے خواجہ حمید و دین دا سر تے سایا تو آقا میں بلدا تیرا تو آقا میں بلدا تیرا ویکھنا اوگن میرے تو آقا میں بلدا تیرا تیرا ویکھنا اوگن میرے سائیں ویکھنا اوگن میرے میں نے لاج نکار کمینا سب لجاگل تیرے میں نے لاج نکار کمینا سب لجاگل تیرے میں نے لاج نکار کمینا سب لجاگل تیرے اے سب سمناور دل دے ویڑے 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 کر دے نور سویرا سایاں کر دے نور سویرا صدقہ پیر پٹھان سخیدہ صدقہ پیر پٹھان سخیدہ کر دے نور ہنیرا صدقہ پیر پٹھان سخیدہ کر دے دور ہنیرا اے در در دے میں دھکے کھا دے در در دے میں دھکے کھا دے لبیا تیرے در نو سایا لبیا تیرے در نو جے کوئی مشکل پیش آوے تے جے کوئی مشکل پیش آوے تے سوری پیر کمر نو جے کوئی مشکل پیش آوے تے سوری پیر کمر نو جے کوئی مشکل پیش آوے تے سوری پیر کمر نو جے کوئی مشکل پیش آوے تے سوری پیر کمر نو جے کوئی مشکل پیش آوے تے سوری پیر کمر نو جے کوئی مشکل پیش آوے تے سوری پیر کمر اللہ کیا مقام ہے اللہ کیا مقام ہے سید حسین کا 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 اللہ کیا مقام ہے
سید حسین کا اے اللہ رے کیا مقام ہے سید حسین کا ہر دل میں احترام ہے ہر دل میں احترام ہے سید حسین کا ہر دل میں احترام ہے سید حسین کا شمسو قمر کا صدقہ ہے شمسو قمر کا صدقہ ہے سب پر عنایت ہے شمسو قمر کا صدقہ ہے سب پر عنایت ہے گردش میں رہتا جام ہے گردش میں رہتا جام ہے سید حسین کا گردش میں رہتا جام ہے سید حسین کا کوئی نہیں ہے قید یہاں ماں سال کی کوئی نہیں ہے قید یہاں ماں سال کی ہر وقت فیض عام ہے ہر وقت فیض عام ہے سید حسین کا 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 حسین کا ہر وقت فیض عام ہے سید حسین کا ہر وقت فیض عام ہے سید حسین کا ہے ضرب کاری آج بھی باطل کے واسطے ہے ضرب کاری آج بھی باطل کے واسطے ہے ضرب کاری آج بھی باطل کے واسطے کتنا نرالا نام ہے کتنا نرالا نام ہے سید حسین کا کتنا نرالا نام ہے سید حسین کا کتنا نرالا نام ہے سید حسین کا وہ کتنا نرالا نام ہے سید حسین کا اے یاد رسول پاک میں ہر آنکھ تر رہے پاک میں ہر آنکھ تر رہے اے یاد رسول پاک میں ہر آنکھ تر رہے سب کو یہی پیغام ہے سب کو یہی پیغام ہے سید حسین کا سب کو یہی پیغام ہے سید حسین کا اے ہوتی ہے گمراہوں کو یہاں رائے حق نصیب ہوتی ہے گمراہوں کو یہاں رائے حق نصیب یہ لطف صبح و شام ہے یہ لطف صبح و شام ہے سید حسین کا یہ لطف صبح و شام ہے سید حسین کا وہ کیا خوف قبر و حشیر کا فیض الامین کو
بشیر کا فیض الامین کو او کیا خوف قبر و حشر کا فیض الامین کو او کیا خوف قبر و حشر کا فیض الامین کو دل سے جو بھی غلام ہے دل سے جو بھی غلام ہے سید حسین کا دل سے جو بھی غلام ہے سید حسین کا دل سے جو بھی غلام ہے سید حسین کا پیر جیا نہیں پیر کوئی جڑا سیال شریف چ وسدا ہے دتی اللہ نے اس نو شان ایسی او دے سائے تو کفر تنسدا ہے او دی اکھ دے وچ خمار ایسا اکھ پا کے دلانو کھسدا ہے کھڑتے پھل شبیر نے رحمتا دے کھڑتے پھل شبیر نے رحمتا دے جد راز حقیقت دسدا ہے کھڑتے پھل شبیر نے رحمتا دے جد راز حقیقت دسدا ہے کھڑتے پھل شبیر نے رحمتا دے جد راز حقیقت دسدا ہے جاندے آراہی ویندے آ پینڈے جاندے آراہی ویندے آ پل سیالا جائی تو پینڈے جاندے آراہی ویندے آ پل سیالا جائی تو آئے الست محبت والا کول الست محبت والا جا کر یاد دلائی تو کول الست محبت والا جا کر یاد دلائی تو او نانو اقرب آکھ آسانو او پھر تو کرے جدائی کیوں پھر تو کرے جدائی کیوں موئی مکی اس ہیر جٹی نو موئی مکی اس ہیر جٹی نو رانجھے چھوڑ نہ جائی تو موئی مکی ہیر جٹی نو رانجیا چھوڑ نہ جائی آئے مچھی آن سنبھالی میرا جا مچھی آن سنبھالی میرا جا ویکھن نو تر سادیاں نے آئے ویکھن نو تر سادیاں نے آبے لے وچ چھڑ کے ٹیلے آبے چھڑ کے ٹھیلے مرنی خوب بجائی تو آبیلے وچ چھڑ کے ٹھیلے مرنی خوب بجائی تو اے لجپالا نو زیب نہیں دیندا اے لجپالا نو زیب نہیں دیندا چھڑ جانا آگڑ چھڑ جانا بدکارا نو
सदका पीर पठान सखीदा सदका पीर पठान सखीदा सब ते करम कमाई तो सदका पीर पठान सखीदा सब ते करम कमाई ओ सदका पीर पठान सखीदा सब ते करम कमाई तू आए है शबीर गुनाई भरिया शबीर गुनाई भरिया ओ है शबीर गुनाई भरिया शबीर गुनाही भरिया है शबीर गुनाही भरिया ना कर दूर ज़ियारत तो ना कर दूर ज़ियारत तो आए है शबीर गुनाही भरिया शबीर गुनाही भरिया ना कर दूर तो ना कर दूर ज़ियारत तो ओ नाल करम दे पीर सियाला नाल करम दे पीर सियाला अपने आल बलाई तो नाल करम दे पीर सियाला अपने आल बलाई तो पेंडे जांदे आ राही पेंडे आ वाले मैं नौकर पीर मरा तपती मैं नौकर पीर मरा तपती ओ मैं नौकर पीर मरा तपती मैं नौकर पीर मरा दीदा दम दम विरद पकावा मैं नौकर पीर मरा तब दीदा दम दम विरद पकावा ओ मेरा एक बिरिया जो हो जाता है जदो सलो की शरीफ मैं आ नौकर पीर मरा तब दीदा दम दम विरद पकावा ओ मेरा एक परिया जे हो जांदा है जदो सलग शरीफ च आवा नौकर पीर मरा तब दी दम दम विरद पकावा ओ मेरा एक परिया जे हो जांदा है जदो सलग शरीफ च आ ओ नौकर पीर मरा तपदी एदा दम दम विरद पकावा ओ मेरा एक बरिया जे हो जांदा है जदों सलो की शरीफ मया आ नौकर पीर मरा तपदी एदा दम दम विरद पकावा ओ मेरा एक बरिया जे हो जांदा है जदो सलो की शरीफ च आ ओ पीर मरा तब मेरा सहारा पीर मरा तब मेरा सहारा मेरे हर एक दर्द दा चारा मेरे हर एक दर्द दा चारा लजपाल जमाने सारे दा लजपाल जमा ने सारे दा मैं तसदी ना शर्मावा लजपाल जमाने सारे दा मैं तसदी ना शर्मावा ओ मेरा एक बरिया जो हो जांदा है जदों सलो की शरीफ मैं आ लजपाल जमाने सारे दा मैं तसदी ना शर्मावा ओ मेरा एक बरिया जे हो जांदा है सलो की शरीफ मैं आ ओ पीर सियाल ते दिल दा जानी पीर सियाल ते दिल दा जानी पीर सियाल ते दिल दा जानी सुन पीर सियाल ते दिल दा जानी हुसैन पीर दी खास निशानी हुसैन पीर दी
خاص نشانے میری مشکل حل ہو جاندی اے میری مشکل حل ہو جاندی اے جدو در تے شیش دیواں میری مشکل ہو جاندی اے جدو در تے شیش دیواں او میرا اک بری حج ہو جاندا اے جدو دل تیرے تے آواں میں نوکر پیر مراتب دین دم ویرت پکاواں میرا اک بری اج اکھیار سجن متواریاں بن گجل رہندیاں کالڑیاں اکھیار سجن متواریاں بن گجل رہندیاں کالڑیاں ماہی آیا وچ سیالا دے ماہی آیا وچ سیالا او ماہی آیا وچ سیالا دے ماہی آیا وچ سیالا دے دایو جا کے بھاگ کنگالا دے دایو جا کے بھاگ کنگالا دے ماہی آیا وچ سیالا دے ماہی آیا وچ سیالا دے او ماہی آیا وچ سیالا دے وچ سیالا دے او ماہی آیا وچ سیالا دے ماہی آیا وچ سیالا دے تائیو جا کے بھاگ کنگالا دے تائیو جا کے بھاگ کنگالا دے اسی طالب وصل جمالا دے اسی طالب وصل جمالا دے تسی دور دیو ٹھم ٹھم چالڑیا اسی طالب وصل جمالا دے تسی دور دی ٹھم ٹھم چالڑیا تیری چال مکال سلیمانی تیری چال مکال سلیمانی تیرا چہرہ واگ شمس سانی تیرا چہرہ واگ شمس سانی سونا نور زیادہ دل جانی سونا نور زیادہ دل جانی لڑ لگیاں گرما والڑیاں سونا نور زیادہ دل جانی لڑ لگیاں گرما والڑیاں سونا نور زیادہ دل جانی لڑ لگیاں گرما والڑیاں سونا نور زیادہ دل جانی لڑ لگیاں کرما والڑیاں او جس عاشق دے ول دید کرے او جس عاشق دے ول دید کرے او دا ہوش حواس پہ عید کرے او دا ہوش حواس پہ عید کرے ایک نظر تے نال شہید کرے ایک نظر تے نال شہید کرے ایو اکھیاں صفتاں والڑیاں اے اکھیاں ویکھ ہزار ترے اے اکھیاں ویکھ ہزار ترے جڑے کھوٹے آئے ہو گئے نکھرے اے جڑے کھوٹے آئے ہو گئے نکھرے کی صفت فرید فقیر کرے 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 ایو اکھیاں صفتاں والڑیاں کی صفت فرید فقیر کرے ایو اکھیاں صفتاں والڑیاں کی صفت فرید فقیر کرے او اکھیاں صفتاں والڑیاں نسیمہ جان پہ پتھا گزرے کل نسیمہ عالم محمد را قبر کل دیا سلطان عالم یا محمد سلطان عالم یا محمد في غلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر قاسيا وهو قصير ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلنا خارجهم للشياطين واعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نذر الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر وما منتم من في السماء يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مقبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض فإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وأمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يهديكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اکرام شاہ صاحب رحمت اللہ آب خان والا بخیر یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ساری حاضری منظور مقبول فرمائے
ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ, ਅਗੋਂ ਅਮਲ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਅੱਜ ਅਕਬਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ, ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਦਾ ਖਾਨ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ, ਇਜਾਬ ਦੂਰ ਫਰਮਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਰਾਸਤਾ, ਬਾਤਨੀ ਇਮਾਨ ਨਾ ਬੇਰਾਸਤਾ, ਬੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਬੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨੇਕਤਾ ਫਰਮਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਨੇਕ ਰਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਫਰਮਾ, ਜਾਨ ਕੰਦਲ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਬਚਾ, ਫਿਤਨਾ ਦਜਾਲ ਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ, ਵਕਤ ਨਜ਼ਾ ਕਲਮਾ ਤੈਯਬ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਖੌਫ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਾ ਫਰਮਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾ, ਬੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨੇਕ ਦਾ ਫਰਮਾ, ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤਾ ਕਰ, ਸਨ ਐਸਾ ਅਤਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੋਵੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬਹਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਹਬੀਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਲਾ ਸਲ, ਯਾ ਸ਼ਾਫੀ ਉਲਮ ਰਾਜ਼ ਇਸ਼ਵਾ ਮਰਜ਼ਨਾ, ਯਾ ਸ਼ਾਫੀ ਉਲਮ ਰਾਜ਼ ਇਸ਼ਵਾ ਮਰਜ਼ਨਾ, ਯਾ ਸ਼ਾਫੀ ਉਲਮ ਰਾਜ਼ ਇਸ਼ਵਾ ਮਰਜ਼ਨਾ, ਯਾ ਕਾਜ਼ਿਲ ਹਾਜਾਤ ਇਫਜ਼ਾ ਹਾਜਾਤਨਾ, ਯਾ ਦਾਫਿ ਉਲ ਬਲਿਆਦ ਇਫਜ਼ਾ ਬਲਿਆਦਨਾ, ਯਾ ਲਾਬੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਸਾਲੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਹਬੀਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਲਾ ਸਲ।